خطة محكمة عقد طرفيها أجندة تحتوي على الكثير من الأسرار التي ستوضع على طاولة ربما تكون الأقوى تأثيراً في الأحداث الساخنة في الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم. فالقاعة المهيبة التي سيجتمع تحت قبتها رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية وضعت دولتين، إحداهما الأقرب للتأثر بالأحداث في الشرق الأوسط والثانية ستعقد على أرضها القمة خارطة الطريق للتحرك العربي خلال الفترة المقبلة. فما القصة؟ تشهد منطقة الشرق الأوسط منذ يوم 7 أكتوبر الجاري تطوراً غير عادي، حيث إن دولة تعتدي على أخرى لتحصل على المزيد من الأراضي في تلك الدولة المعتدى عليها. لكن مع تطور الأحداث على الأرض والوصول بحد التوتر إلى تجاوز كل الخطوط الحمراء وتطرق العديد من الدول المجاورة للدولة المعتدى عليها لحلول معظمها باءت بالفشل، اتجهوا إلى حل حاسم للأمر. فالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي وافق على عقد قمة عربية طارئة في 11 نوفمبر المقبل، وذلك على أرض المملكة العربية السعودية وتحديداً في الرياض، اتفق على حل ربما سيكون نهائي ويغير مسار الأحداث بأكثر من 360 درجة على أرض الواقع. فالأنظار تتجه إلى هذه القاعة وما سيدور تحت قبتها. لكن ما هو حل العاهل الأردني وولي العهد السعودي مع دوران عقارب الساعة التي تتجه بالأيام إلى الأمام حتى يحين موعد عقد قمة الرياض؟ اتفق الملك عبد الله الثاني وابن سلمان على أن حل القضية سيعتمد على تقديم تنازلات من جميع الأطراف. فطرفي هذه الأحداث التي تدور في دولة جوار الأردن عليهما، ووفق الاتفاق بين ابن سلمان وأبي الحسين أن يقدم تنازلات حتى تصل الأمور إلى الاستقرار والسلام الدائم والشامل، فضلا عن أن بعض التنازلات ربما ستأتي من دول أخرى غير دولتي طرف الأحداث. فمن الممكن أن يقدموا العديد من الأموال والمساعدات لإعادة الإعمار للدولة المعتدى عليها. لكن الأهم الحدث الذي سيقع تحت تلك القبة بالقاعة المهيبة في الرياض التي سيصدر عنها مفاجآت كبرى. فالعرب سيعمدون إلى وفد عربي مؤثر، فالوفد العربي سيمثل جميع الدول في إجراء جولات على مستوى دول العالم، وذلك من أجل هدف سام سيكون مضمونه الأمن والسلام لجميع الأرواح. فالأرواح التي توجد على ظهر المعمورة وليس في دولة جوار الأردن فقط بريئة ومقدسة، فينبغي الحفاظ عليها من أجل الإنسانية التي يسعى العالم كله الوصول إليها فوق أي أرض وتحت أي سماء. لكن الأهم أن تلك القمة ستكون البداية لانطلاقة عربية قرارها مؤثر في العالم كله بمختلف الملفات التي يوجب الواقع الحياتي أن يناقش فيه كل بني البشر حتى يعم السلام والأمن أرجاء المعمورة. حالة فريدة سيجسدها المجتمع العربي بعد القمة المهيبة التي ربما ستغير الأحداث وتقلبها رأساً على عقب من أجل البشرية جمعاء، والوصول بهذا الأمر إلى حل قد يكون نهائياً يرضي جميع الأطراف.